رمسيس الثاني وملوك مصر الفرعونية بيستقبلوا مجموعة من ممثلين لأكبر شركات التكنولوجيا في العالم زي مايكروسوفت وهواوي وجيت برينز. البطولة اللي بتعتبر واحدة من أهم البطولات في مجال البرمجيات في العالم وصلت من مقرها الرئيسي في ولاية تكساس الأمريكية لمصر ومعاها رسائل كتير. Here in Luxor, in this beautiful historic site, this is a great combination of history with the future. Because today, what we're doing is we're supporting the next generation of inventors, of creators, of entrepreneurs. كل عام بيشارك في المسابقة حوالي 75 ألف طالب وطالبة عبر مراحل مختلفة للتصفيات. السنة دي تأهل 300 فريق وصلوا مصر للمشاركة في التصفيات النهائية. We have 400,000 ICPC alumni and they are among the most talented people. If you pull them out of industry, the lights would go out. ICPC هي أكبر وأقدم مسابقة برمجة للجامعات على مستوى العالم بتقام من سنة 1977. وكأن البطولة الدولية للبرمجة لما وصلت مصر فتحت بوابة الزمن عشان تتقابل فيها حضارة الماضي مع شباب وتكنولوجيا المستقبل.